أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في البلاد الغربية بعض المدرسين في المساجد والمراكز الإسلامية يدرسون الفقه، وإذا جاء إلى مسألة فقهية اختلف العلماء فيها، يذكر أقوال العلماء ثم يقول للحاضرين: لكم أن تختاروا ما شئتم من هذه الأقوال، فهل هذا صحيح؟ هذا جاهل ولا يحسن. والمبتدئون لا يدرسون الخلاف، المبتدئون من الطلاب لا يدرسون الخلاف، درسون المذهب أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك بدون خلاف، إنما الخلاف لطلبة العلم المتمكنين. ثم أيضا قوله لكم الخيار، هذا كلام باطل، ما لهم الخيار، الواجب اتباع الدليل، أن يؤخذ بالقول الذي يدل عليه الدليل وليس فيه خيار. نعم.